يقول السائل يقول في بلدنا يقومون بترويع الآمنين وقتلهم من السائحين القادمين من الدول الأجنبية بدعوى أن ذلك تنفيذ لشرع الله، فما هي الكلمة التي توجهونها حول هذا الأمر؟ شرع الله بريء من هذه الأعمال، وهذه أعمال منكرة لا يحل اقترافها، والكافر إنما يقتل في حال قتال بين المسلمين والكفار. وأما أن يلاقي الإنسان المسلم كافرا في أي بلد من بلدان المسلمين فيقول هذا كافر نقتله، لا شك أن هذا عدوان وإجرام وإلصاق بالإسلام ما ليس في الإسلام، ومن يفعل هذا يجب أن يعاقب العقوبة الرادعة، ولأنه ليس قتلا لشجار بينهما وعداوة خاصة حتى يقال لا يقتل مسلم بكافر،